هذا وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022، والذي أقيم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فهد الدولي. نعم، وذلك بحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبحضور سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي، وعدد كبير من القيادات الرياضية وكبار الضيوف والمدعوين من اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية ومختلف الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن بالغ فخره واعتزازه بحفل الافتتاح وما تضمنه من فقرات رياضية وفنية وموسيقية متنوعة عكست الجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، منوها بالتنظيم الرائع لحفل الافتتاح. وأكد سموه على أهمية دورة الألعاب السعودية والتي تعتبر امتدادا لسلسلة المبادرات والأنشطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للارتقاء بالحركة الرياضية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والقاري والدولي، منوها سموه إلى أهمية الدورة في نشر القيم الأولمبية وتشجيع الأبطال والبطلات على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وغرس القيم والمبادئ الأولمبية.